انتقل إلى رحمة الله الفنان الحبيب مخفي بمستشفى عبد القادر حساني في ولاية سيدي بالعباس بعد معاناة مع المرض، والذي قام بزيارة الفنان في المستشفى فقد كان يعاني من مشكلة في القلب. وفقدت الساحة الفنية الجزائرية مؤخرا عدة فنانين هو أثرا طيبا في قلوب الجزائريين من خلال أعماله، على غرار ريم غزالي وفتحية نسرين ونعيمة عبابسة وبلاحة بن زيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وأمنه.